أطيب وأجمل تحياتي لكم في برنامج المسامح كريم. يقول الكاتب الفرنسي أونوري دو بلزاك: إن قلب الأم عميق جدا، ولكن في قعره يعيش دائما التسامح. القصة اللي راح نشوفها الآن قصة خلاف بين أم وابنها. الابن إجا حتى يطلب السماح من والدته. ما راح أحكي كل القصة، ولكن بدنا نستقبله بالأول. نستقبل مدحت صفوة محي الدين. ايه اخبارك يا مدحت؟ الحمد لله تمام. شو ما تجوزت؟ لا. وشو بتشتغل حضرتك؟ عندي محل كمبيوتر، مبرمج كمبيوتر. اها، يعني دماغك كمبيوتر ولا لا؟ كمبيوتر. في عاطفه هنا؟ في عاطفه. في عاطفه. مدحت، مدحت كان بده يتجوز، كان عايش مع امه واخته وخيه. بقى ذات يوم يعني بده ياخذ البيت لحاله، بده يعيش لوحده ويبني بيت لنقول. لذلك طلب من امه انه تاخذ خيه واخته على ضيعتهم ترجع الى البلد، لانه هو بده يستقل بهذه الشقه. طبعا الوالده زعلت، اخذت الاولاد ورجعت على القريه، وهو على اساس انه بده يتزوج، ولكن ما نجح الزواج، ما عاد يتجوز. طلب من والدته انه ترجع هي وخيه واخته على البيت. الوالدة طبعا اخذ على خطرها وزعلاني، رفضت. سنتين الى المسألة. هلا اليوم بعد سنتين اجا مدحت من خلال برنامج المسامح كريم، بده يعتذر من والدته وبده يطلب رضاها مجددا، وبده يلا تفضلي البيت بيتك وانا تغيرت. مش هيك يا مدحت؟ تمام. طيب ليه عملت هيك مع امك؟ يعني أنا غلطت وأنا ندمان. إيه عرفت كده. بس ليش يعني؟ شو السبب؟ إنه شو كانوا مضايقينك يعني؟ مش مضايقني، هو الموضوع الست اللي بدك تتزوجها طلبت هيك منك؟ أيوه، خطيبتي هي اشترطت عليك؟ في الأول لأ، بس بعد كده اشترطت عليا إن أنا مش هينفع تتجوزني معايا مع والدي ومع والدتي ومع إخواتي. نعم. في نفس الشقة. ما بدها تعيش معاهم. ما ينفعش. يعني يا بتبعتهم على القرية أو ما في زواج. لا، هي ما اشترطتش ان انا ابعتهم على القريه، ممكن قالت لي ممكن اشوف شقه تانية، وانا ما عرفتش لان الظروف ما كانتش سامحه. نعم. وانا كان مضغوط، وانا حتى قلت كده لوالدتي، يعني ما كنتش اقصد، انا كنت بتخانق معاها، احنا بنتخانق كتير. فلما اتخانقت معاها وبقول لها انت موقفه لي حياتي، انت السبب في ان انا مش عارف اتجوز، انا ابعتك تعيشي عند جدتي او ابعتك اوديكي دار مسنين. انا بقول لها كده اللي هو قديش عمر الوالده؟ الوالده 50 سنه. 50 50 سنة بتبعتها على دار المسنين؟ ما هو أنا بقول كده، يعني مش هعمل كده. صبية بعد يعني. ما كنتش قصدي أعمل كده، أنا كنت بقول كده بطلع بس اللي جوايا، وهي بقى لما أنا يعني أنا قلت كده ونزلت رحت للشغل. تاني يوم لما رجعت ما لقيتهاش في الشقة، ولا لقيتها ولا لقيت إخواتي، خدت إخواتي ومشيت. أنا اتصدمت، يعني أنا حاولت حتى أكلم خالي وأكلم خالتي إن هم يروحوا يصلحوها أو يودوني ليها، لأن ما كانتش عايزة تقابلني خالص، وسافرت لها البلد عشان أصالحها ما رضيتش تقابلني. شو بدك تقول لها؟ بدك تقول لها تفضلي ارجعي على البيت، هذا بيتك. طبعًا طبعًا، هي يعني هي أهم عندي من جواز وكل حاجة. أختك وخيك؟ طبعًا. قديش عمرها أختك؟ أختي عندها 15 سنة. 15 سنة صبية، وخيك؟ عنده 20 سنة. 20 سنة. حضرتك كم؟ 26 سنة. 26. طيب يعني بدك تقول لهم تفضلوا ارجعوا؟ طبعا هم يرجعوا البيت وعلى راسي، يعني دي انا تعلمت. تعلمت مش هيك؟ احنا وجهنا الدعوة للست الوالدة، خلينا نشوف اذا وافقت انها تجي ولا لا. اهلا استاذ جورج، احنا دلوقتي في طريقنا للمانيا عشان نسلم دعوة الحضور لأستاذة كريمة السيد. مساء الخير. حضرتك استاذة كريمة السيد؟ ايوه. عندك 50 سنة مظبوط؟ ايوه. طيب انا اسماء سعيد من برنامج استاذ جورج كرداحي. ايوه. جاية اوصل لحضرتك دعوة لحضور البرنامج معايا. ده الجيل ده واجبه بخصوص ايه؟
حضرتك احنا بنختار بعض الشخصيات عشان يكونوا موجودين معنا في البرنامج. حضرتك من ضمن الشخصيات دي. كل بيانات حضرتك عند فريق الاعداد وهو يكلمك وينسق معاك المواعيد ويقولك على كل حاجه. ده برنامج من سيد بحر مجنون؟ لا مختلف تماما. جديد. خلاص ماشي. حضرتك قبلت الدعوه؟ اه طبعا فرصه كمان نشوف استاذ جورج. اتفضلي. شكرا. استاذ جورج استاذه كريمه قبلت الدعوه وجايه ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. إذا مثل ما شفنا قبل الفاصل معنا مدحت، مدحت من مصر، أصله من المنصورة، ساكن بالقاهرة وعنده شقة كان ساكن فيها هو وأمه وأخته وخيه. بده يتجوز مدحت، يعني سمع أمه أنه هو بده الشقة لوحده، وكأنه سمعها أنه ترجع على المنصورة هي والولاد. أخذت الأولاد زعلانة ورجعت على المنصورة، وفي قطيعة بينه وبينها إلى سنتين. حاول مستحيل، راح على المنصورة من خلال أخواله من خلال قرايبه لحتى يصالح الوالدة، بقى الست الوالدة رافضة أنها تصالحه، بقى لأنه ما في طريقة إلا هالبرنامج المسامح كريم، عسى ولعل بيقدر يرجع ياخذ رضا أمه ويرجع أمه وخيه وأخته إلى المنزل. بقى نحن رح نحاول، الست كريمة اللي هي الوالدة أصبحت في الخارج وناطرة أنه نعطيها إشارة. خليها تتفضل ست كريمة. ست كريمة. أهلا ست كريمة. أهلا وسهلا. طمنينا أحوالك كيف؟ الحمد لله. بدك تربحي المليون؟ ما بتكرش عشان أنا حظي شوي. حظك شوية كويس ولا مش كويس؟ الحمد لله على كل شيء. معلوماتك كويسة؟ مش قوي. بتعرفي تجاوبي على كل الأسئلة؟ أول سؤال، كم ولد عندك؟ ثلاثة. ما شاء الله. يمكن عم تتساءلي أنت وداخلي مين ممكن يكون دعاني؟ مين ممكن يكون دعاكي الى هالبرنامج؟ اه انا عرفت ان حضرتك. ايه بس في حدا غيري هو طلب مني ادعوكي، انا ما كنت اعرفك. ولذلك حدا عطاني اسمك وعنوانك والى اخره ودعوتك. ايوه انا سالت بس ما جاوبوش صراحه. لا ما بيجاوبوا، بيخلوها سر. بيخلوها سر حتى تتفاجئي. بدك تتفاجئي؟ خير. عايزه تتفاجئي؟ خير تفضل. خير. طلعي بهالشاشه. أنا لو كنت عارفة هو ما كنتش جيت. معقول؟ أم مدحت، معقول لو عارفة، معقولي أنت تقولي لي إنه لو عارفة ما كنت جيتي؟ أيوه. بدل ما تقولي لي شكرا؟ لا مش شكرا خالص. ليه؟ لأنه ولد جاحد. جاحد؟ في أيوه. ولد جاحد؟ في. وده منهم. طلعي فيه لشوف. تغير عليكي؟ اه شكله وشه وشعره صار احلى، صار ابشع، كيف صار؟ لا هو انا لما سبته كان عنده شعر. اه طبعا كنت انت تطعميه وتديري بالك منه، كان احلى، هلا صار بشع. ايه مش هيك؟ بعت لك رسالة، بعت لك رسالة ام مدحت، بدي اقرا لك اياها بعدين نحكي. انا عرفت القصة كلها. بقول لك امي الحبيبة، الدنيا كلها ملهاش قيمة وانت مش موجودة جنبي. انت اعظم ام في الدنيا. تعبتي معايا. وكنتي على طول مستنياني اشيل عنك الحمل. لكن انا عاملتك اسوأ معاملة بدل ما اشيلك على راسي. اكبر عقاب ليا كان بعدك انت واخواني عني. عرفت قيمتك. وتأكدت اني مهما كبرت عمري ما حكبر عليكي. امي العزيزة، انا تعلمت، مستعد اعيش خدام تحت رجليكي طول العمر. جاي النهاردة قدام الناس كلها اقول لك انا اسف ومحتاج لك انت ومديحة وعلاء. مش عايز منك حاجة دلوقتي غير انك تسيبيني ابوس ايدك
وتديني فرصة عوضك عن خيبة أملك فيا وكسرة قلبك بسببي. وبدعي ربنا تسامحيني، والمسامح كريم يا ست الحبايب. نعم الله. لا طبعا. لا طبعا ايه؟ ما اقدرش اسامحه لانه عمل فيا حاجات كتير قوي فاكراها له لسه مش قادره انساها. اولا بدي اسال سؤال، هل تطاول عليكي بشي يعني؟ ايوه. بكيف؟ والله مرات مد ايده عليكي؟ لا هي مد ايد مباشره لا ما حصلش، بس دفشي عمل شيء مره من المرات زقني. انا اولا مطلقه انا مطلقه بقالي سنين اكتر من 10 سنين وانا عايشه عليه وعلى اخواتي. نعم. وتحملت هو ما اعترف بهالشيء وتحملت كتير. نعم. في الدنيا. نعم. طبعا كل شيء حضرتك عارف ان الدنيا. نعم. ما بتخلاش. اجي اتكلم معاه بعد لما كبر وعارف ان بابا مش موجود في حياتنا يزعق. هو حب ان هو يعمل كبير، بس الكبير عمره ما كان بالزهيق. لا هو الكبير اللي يقف ما بيكبرش على امه. بعدين هو قايل بالكتاب انه مهما كبر ما بيكبرش عليكي. ما هو ده اللي انا كنت بطلبه منه في الاول، كنت بطلب منه ان هو يقف جنبي ويساعدنا وهو يكون اب لاخواته، لان ما فيش اب ولا راجل في حياتنا. فحضرتك اتحملت ما اتحملته معاه كتير، مرات كان يسجرني، مرات كان بيزيق صوته على طول عالي، دايما الناس كانت بتنزل على صوتي، يعني الجيران في البيت كانوا بينزلوا جري على صوته، ليه كده يا مدحت؟ مره من المرات كان يعني بيدب ايده من عصبيته في الباب كسره. كسره كسر كبير، باب اوضته، باب الاوضه بتاعتي لما كنت ساعات بدخل اخته، ما يبقى في بينه وبين اخته خلافات، كنت ادخلها مثلا في الاوضه، فكسر الباب بايديه برضه. وانا مش همشي. طب انا امشي يا ابني؟ انا اسيب لك الدنيا؟ ما ينفعش ان كل يوم والتاني ان الناس تتفرج علينا. تعاملنا كده. فرغيت لما ربنا يعني من سنتين كده احب واحده اسمها فاطمه وحبها وحب ان هو يتقدم لها، فلقيته حضرتك بيقول لي بمنتهى الوضوح كده يعني ماما انا عايز الشقه ديت عشان اسكن فيها، وانت يا تروحي دار مسنين يا تروحي عند حد من اهلي. فانا صعب عليا نفسي. طبعا طبعا انا سالته لما روالي القصه، قلت له امك قديش عمرها؟ قال لي 50 سنه. قلت له 50 سنه بدك توديها على دار المسنين؟ يعني انا مش الكبيره اللي هي اروح دار المسنين. لا. انا لسه برضه بصحى. بس هو شرح لي وقال لي قالها عن غضب وقتها وما كانش بيقصدها. وكان اليوم كنا في رمضان حضرتك، فاخدت ولادي وقعدت يومين ثلاثه كده عند اختي، وبعد كده خدتهم وسافرت البلد. سافرتي على المسؤول. طبعا بس ما حدش بيتحمل حد على طول. ايه. بعد نعم. فتره بعد كام شهر كده خدتهم ورجعنا سكنت، خدت مكان وقعدت فينا واولادي وابني علاء في معهد، ابتدى ان هو اشتغل جنب المعهد بتاعه. نعم. وانا كمان اشتغلت. الله يبارك فيكي. علشان نقدر نعمل المعيش. طيب تقول لك انا شو اللي صار؟ يعني بهالسنتين صحي. مش معقول. لا معقول معقول، ما تقوليش مش معقول، ده ابنك وربيتيه. كل انسان بيرجع بفيق على حاله وبيندم على اعماله، خاصة إذا كان في شيء بيتعلق بالأهل، بالأب، بالأم، خاصة بالأم. بقوي ندمان وتعبان وبعت لك مراسيل مع اخواله، هو راح لك البلد رفضتي تستقبليه، انت صعبانه عندي كتير ومعك حق تصعب عليكي. هو دور عليا بعد ايه؟ هو شيء بعد ما اتبهدل. بعرف بعرف، لان ربنا ورالي اني انا دعيت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، ودعوه الام انت عارف ان هي مستجاب، ما دورش عليا غير بعد ما اتبهدل. هو اتبهدل؟ طبعا. كيف عرفتي انه ما هو من شكله باينه. لا هو مش ده ابني، مش ده ابني اللي انا سبته. ما كان غير كده خالص. وبعدين بقيت برضو بسمع من بعض الناس والجيران اللي حوالين منه من اخواتي. طبعا كنت بسال من بعيد. تحبي تعرفي اخباره؟ بطمن عليه يعني من بعيد لبعيد. بس يا ام مدحت بدنا نسمعه، واجا بده يقول لك شيء بقى، يا ريت بدنا نطلع انا وانت ونسمعه. يا مدحت هيدي الوالده مقهوره ومجروحه، وانت اخذت خطوه كثير مهمه انك جيت على هالستوديو، انك توقف امام الملايين، ملايين الناس وتحكي لها بقى. بس انت جاي لحتى تحل هالخلاف نهائيا، مش هيك؟ ايوه انا جاي عشان بدك تحكي وتعلي صوتك تنسمعك من هون. تفضل.
انا غلطان واسف وحقك عليا ومش وانا عرفت قيمتك لما بعدت عني انا حاولت كتير اصالحك وبعت لك مع خالي جمال وبعت لك مع خالتي وما عرفتش خالص اصلك وكنت لو كنت انا برضو انا غلطت انا اسف حقك عليا ما تزعليش انا اتعلمت حاجات كتير قوي وانت بعيد عني انا عرفت قيمتك لما بعدت عني عرفت قيمتك لما اتحرمت منك انت اهم عندي من الجواز اهم عندي من اي حاجه تانيه انت عملت عشان حاجات كتير قوي مفيش ام ممكن تعملها عشان عيالها وصبرت علينا وتعبت علينا وابونا كان سيبنا وما كانش بيسال عننا انا ما كنتش كنت صغير بقى وما كنتش فاهم الكلام ده انا بعد ما مشيتي من الشقه وفكرت بقى ان خلاص كده اتجوز فيها وسبتها وسبت خطيبتي وشغلي اتباظ وسبت المحل مبقتش اقدر ادفع حتى الايجار بتاعه كل ده عشان خاطر انت مش موجوده معايا عشان انت لما كنت معايا كنت بتخليني دايما ابقى احسن انا لما قربت من ربنا عرفت غلطي وعرفت ان انت فعلا اهم عندي من كل الكلام ده ولا جواز ولا شقه ولا اي حاجه سامحيني بقى وحقك عليا ما تزعليش شو بدك تقول لها بعد شو سامحيني وحقك عليا ما تزعليش انا غلطان انا اسف طيب بعدين شو طالب انت انا بس طالب ان انت ترجعي نعم ترجع تعيش معانا ترجع تجيب اختي ترجع تجيب اختك وتقعد معاك ده بيتها انا اللي ترجع وتسمح لي ان انا اقعد معاها مش قادره استجوبش معلش انا اسف مرق معي قصه انا بالبرنامج ولد ضرب امه مش هيك استغفر الله العظيم ضرب امه ضربها واجا بعدين بعد كم سنه يعتذر اعتذر منها وسامحته بقى انت كسر الكرسي وكسر الباب ومش عارف ايه ابنك وبتضلك امه وطرده ليا من المكان ده مش قليل بلا مش قليل ابدا مش قليل واهاني ومعك حق تزعلي ومعك حق انك تغضبي عليه بس بالنهايه بيبقى ابنك احكي اخر شيء يا مدحت قول للماما اللي بدك تقوله اخر شيء لانه انا الست صعباني علي واذا هي مش راضيه خلاص بتكون انت يعني مبادرتك باءت بالفشل بكون انا فشلت كمان فتفضل احكي لها اخر شيء يعني فاكره زمان لما كنت برضو بعمل حاجات كويسه لما كنت راجع من الشغل وبجيب حاجات لاخواتي عشان خاطر ما يحسوش ان بابا مش موجود بعمل برضو حاجات كويسه يعني مش وحش قوي لدرجه ان انا كده انا كنت وحش زمان وكنت بزعق وكنت بكسر عشان انا كنت صغير وكنت طايش دلوقتي لما انت بعدت عني عرفت قيمتك اتغيرت تعالي طب ارجعي وجربي لو انا ما اتغيرتش يبقى انا همشي واسيب البيت يبقى هي ساعتها يبقى انت جربتي على الاقل شفتي ابنك لما اتغير بقيت سنتين بعيد عني يعني ما وحشتكيش حرام بقى سامحيني والنبي ليه سامحك يا ابني انا استاذ جورج نعم ممكن اروح لها لا بدها بتسامحك بالاول ما فيك تروح لها ما انا روحت لها خليها تسامحني لا قبل ما تروح لها هي لازم تقول انه سامحتك وساعتها بنفتح الستار وبتجي بتبوس ايدها وبتتصافى انت وياها سامحيني بقى امي ربنا يسامحك يا ابني تعيش والنبي ارجعي وشوفيني ربنا اللي بيسامح يا استاذ جورج احنا بني ادمين صحيح بس ربنا بوصاياه كمان بيقول سامحوا مثل ما هو بيسامح كمان نعم معلش حقك عليا ما تزعليش انا اسف ان انا ندمان انا مش هعمل كده تاني ارجوكي بقى ارجعي يا امي انا عايز رضاك ارجعي عني انا مش عارف اعيش من غيرك انا مش عارف اسامح نفسي ولا اعيش طول حياتي طول ما انت مش راضيه عني شو مش عندي ايه اعمله غير انه اقول انا شايف قلبك شو عم بيعمل انا شايفه قلبي كيف عم بيضرب هلا
كيف عم يشتغل. ربنا يسامحه ويهديه وربنا ربنا مسامحه بيسامح كل العالم ربنا. وانت ربنا يسامحه ويسامح كل اللي زي. وانت بتسامحي ويقدرني على اني انسى انت ما تنسي بس بتسامحي. سامحه عشان خاطري والمسامح كريم. سامحه عشان خاطري عشان خاطري عشان ربنا عشان انه ابنك. والمسامح كريم. نعم بالله. والمسامح كريم. يلا تعال هلا في جيبي. معلش 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 طلعتي فيه منيح. شوفي ما شفتيه بعد. شوفي على قريب هلا من دون الصوره. تغير 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 عن نسب. هو شاب حلاوه بس ان شاء الله اخلاقه ترجع حلوه. انا عايشه عشانهم وانا عايشه عشان انا عايشه عشانهم والله يا استاذ. انت الله يخليكي بصحتك وتضلي فوق راسهم وتضلك انت بركه. كل ام بركه يا حبيبتي. ايه واحترام الوالدين واجب واجب. أنا غلطت ومش هعمل كده تاني. أنا عارف خلاص بقى. نحن بدنا نرجع نتابعك نشوف أوكي. لو عملت أي حاجة تانية غلط حضنها لوالدي هلا وامشوا سوا. مع السلامة. يعني أنا من بداية الحلقة كنت مرتاح لأنه عارف بالنهاية الأم بدها تحن. قلب الأم بيقولوا قلب الأم قلب الأم حنون. بقى إلى اللقاء في المسامح كريم.